يعني احنا شايفين مهرجان عظيم جدا، وزي ما قلنا اتولد كده ومن اول دوره ليه وهو مهرجان على مستوى عالمي، بمستوى عالمي فعلا زي ما حضراتكم شفتوا. في ناس كتيره قوي ورا عملوا مجهود كتير قوي وكبير قوي علشان المهرجان ده من اول دوره ليه يكون بهذا المستوى. فلازم نشكر كل الجهات والمؤسسات اللي كانت سبب في نجاح هذا المهرجان الاستثنائي. وأول هذه المؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بنشكرها مرتين، واللي أنا يعني كل فخر إن أنا بنتمي لهذه المؤسسة. الشكر الأول على الاحترافية في التنظيم والتنوع في الفعاليات. الشكر الثاني مبادرة المتحدة بتخصيص عوائد المهرجان لمؤسسة حياة كريمة اللي بتقوم وبتقدم دور مجتمعي رائع مهم، فنحييهم تحية كبيرة جدا وبنشكرهم شكر خاص. والشركة المتحدة دايما بتوعد كل الجمهور المصري والجمهور العربي انها دايما تكون عند حسن ظنكم وتقدم لكم منتج ترفيهي ومنتج اعلامي على اعلى مستوى، لان احنا نستاهل ان احنا نقدم، والشعب المصري يستاهل ان هو يشوف احلى حاجة. طيب خلينا كمان اي عمل بيتعمل مهرجان، مسلسل، فيلم، برنامج، لازم يبقى وراه رعاة. ودايما بنشوف يمكن في مهرجانات عالمية ومصرية يمكن تانية كتير الرعاة يقولوا هنشوف أول سنة تاني سنة هنجرب وبعد كده نكون رعاة للمهرجان أو البرنامج أو أو أو. لكن بما أن المهرجان ده ابتدى قوي جدا فكان في رعاة معانا من أول يوم، كانوا شايفين مستقبل المهرجان شكله ايه وشايفين التحضيرات والمجهود اللي بيتعمل على اعلى مستوى لهذا المهرجان. فخلونا لو سمحتوا نشكر شركة وي وشركة سيتي ايدج والبنك الاهلي المصري وشركة حديد عز والبريد المصري لانهم كانوا رعاة لهذا المهرجان من اول يوم، فبنشكرهم شكر خاص جدا. وطبعا مرة تانية شكر موصول للجمهور العظيم اللي نور ليالي العالمين وكان حضوره أكبر من كل التوقعات، بنشكركم.